إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على قناه صحه وتخسيس. ناس الاول مره تشوفني يا جماعه على القناه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات اللي بنقدمها على قناه صحه وتخسيس. لو عجبنا المحتوى من الفيديوهات يا جماعه ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه، نفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشارك القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. الحلقه اللي فاتت والناس متابعين على القناه عارفين ان احنا نزلنا ريجيم الجوافه. اتسالت سؤالين عن اوراق الجوافه وعن بذور الجوافه. اوراق الجوافه عايز اقول لكم ان هي استخدمت منذ قديم الزمان كعلاج تقليدي في المكسيك وامريكا الجنوبيه. عايز اقول لكم ان الجيوش استفادت منها، ان هم كانوا بيجففوها وبيدوها قبل واثناء المعارك علشان تقيهم من العدوى ضد نزلات البرد ومرض الاسقربوط لاحتوائها الكبير جدا. الناس المتابعاني عارفه ان الجوافه وكمان الاوراق بتاعتها بتحتوي على كميه كبيره من فيتامين سي. عايز اقول لكم اللحاء بتاع شجر الجوافه بيستخدم في دباغه الجلود ومواد الصبغه لان هي بتحتوي على ماده التنين، وكمان بتحتوي على مركبات عدويه طياره زي البانسينول والسايمول اللي بيدوا الريحه المميزه للجوافه اللي هي الريحه المنعشه. تمام يا جماعه، الحلقه دي يا جماعه هنتكلم عنها فوائد اوراق الجوافه وهنتكلم على بذور الجوافه، وهل لما اجي اكل الجوافه هل فعلا لازم اشيل البذور لان البذور بتسبب الامساك كما هو شائع، ام دي معلومه مغلوطه؟ كل ده هنعرفه في الحلقه دي ولكن بعد الفاصل. دكتور، هل اوراق الجوافه ليها فوائد؟ اول حاجه من فوائد اوراق الجوافه يا جماعه بتمنع الاسهال. في دراسه تم نشرها في مجله اجنبيه قالت ان خلاصه اوراق الجوافه بتمنع تكاثر البكتيريا اللي بتسبب الاسهال وبتقلل عندي الم البطن والفضلات السائله وبتسرع عمليه الشفاء من الاسهال. كمان قالوا ان مستخلص اوراق الجوافه بيقوي غشاء المعده وبيساعد الانزيمات على التصدي لاي ميكروب موجود في المعده وبيقلل من مشاكل الهضم والقرحه والالتهابات الحاده ووجع المعده. كمان قالت دراسه ان شاي اوراق الجوافه بيعتبر علاج تقليدي للاسهال، لدرجه ان في دراسه سنه 2015 قالت ان استخدام مغلي اوراق الجوافه للفيران اللي اتصابت بالاسهال المعدي ادى الى ازاله العدوى بسهوله. كمان في دراسه في نفس السنه سنه 2015 يا جماعه قالت ان مستخلص اوراق الجوافه ساعد في علاج الدجاج او الفراخ المصابه بالاسهال بسبب عدوى الايكولاي اللي بتسبب عدوى الاسهال. عايز اقول لكم يا جماعه ان كل اللي بنعمله في علاج الاسهال ان انا بغلي 30 جرام اوراق جوافه معاها حفنه من دقيق الرز، يعني بجيب الرز وبطحنه يا جماعه، اخد حفنه صغيره واغلي هم مع 30 جرام اوراق جوافه وبشربه مرتين في اليوم. عايز اقول لكم ان الوصفه دي ممكن استخدمها للاطفال اقل من 6 شهور عادي جدا. تاني فايده من فوائد اوراق الجوافه ان بتخفض الكوليسترول، وده يا جماعه حسب دراسه نشرت في مجلة التغذية والأيض Nutrition and Metabolism، وذلك بعد الانتصام عليه لمدة 8 أسابيع. ثالث فائدة من فوائد أوراق الجوافة يا جماعة السيطرة على مرض السكر، لدرجة أن أقرت الحكومة اليابانية أن شاي أوراق الجوافة بيعتبر علاج واقي من السكر ومساعد في علاجه، لأنه له دور في إنتاج الإنزيمات اللي بتحول الكربوهيدرات أثناء الهضم لجلوكوز وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم ببطء. عايز أقول لكم إن الجوافة يا جماعة بتقلل مستويات الجلوكوز في الدم من غير ما تتسبب في ارتفاع مستويات الإنسولين علشان محتواها العالي من الألياف. عايز أقول لكم بحث أجراه معهد باكولت في اليابان قالت إن الجوافة بتقلل نشاط إنزيم اسمه ألفا جلايكوسوديز إنزيم. الانزيم ده بيمنع امتصاص السكروز والمالتوز
من الجسم، وبالتالي يقلل مستويات السكر في الدم من غير ما يزود انتاج الانسولين. عايز اقول لكم ان الجوافه بتساعد في حمايه خلايا وانسجه البنكرياس. الجوافه بتساعدني في خساره الوزن لان هي بتمنع تحويل الكربوهيدرات المعقده لسكريات، وبالتالي بتتسبب في سرعه خساره الوزن الزائد. كمان يا جماعه الاوراق الجوافه بتعالج لضغط الدم المرتفع، وده طبقا لدراسه سنه 2016 قالت ان مستخلص اوراق الجوافه بيقلل ضغط الدم في انسجه الفئران لاحتوائها على مضادات الاكسده، ومضادات الاكسده يا جماعه بتوسع الاوعيه الدمويه وبالتالي بتخفض ضغط الدم. اوراق الجوافه من الحاجات اللي بتحارب السرطان، خاصه سرطان الثدي والبروستاتا وسرطان الفم، لاحتوائها ماده الليكوبين اللي بتمنع كمان انتاج هرمون الاندروجين المسؤول عن تعزيز نمو خلايا سرطان البروستاتا. عندنا الجوافه كمان يا جماعه علاج السعال ونزلات البرد وطارد للبلغم، لان هي بتحتوي على فيتامين سي بكميه كبيره وبتحتوي على الحديد. الحاجتين دول يا جماعه فيتامين سي والحديد بيقللوا من تراكم البلغم، بيعملوا تعقيم للمجاري التنفسيه والرئتين، بيتخلصوا من الالتهابات، وده حسب دراسه اظهرتها في مجله Journal of Medicinal Plants Studies. في دراسه كمان سنه 2012 قالت ان شاي اوراق الجوافه مضاد للفيروسات. عايز اقول لكم انه كمان قام العلماء بدراسه اثر خلاصه اوراق الجوافه في تخفيف السعال على الفئران والخنازير الغنيه بعد ما اثاروا عندها الكحه عن طريق ان هم استنشقوا الماده بتاعه الفلفل الشطه يا جماعه اللي اسمها الكابسايسين، فقعدت تكح، واختبروا تاثير او مستخلص اوراق الجوافه عليها، ليه؟ ان هو بيقلل السعال ولكن بدرجه اقل من ماده الدكستروميسورفان. الدكستروميسورفان يا جماعه دي ماده كيميائيه بتستخدم في معظم ادويه الكحه عشان تقلل السعال والكحه والبلغم. كمان يا جماعه معروف ان من فوائد اوراق الجوافه ان هي بتقوي جهاز المناعه نظرا للمحتوى العالي من مضادات الاكسده وفيتامين. عايز اقول لكم كمان يا جماعه من فوائد اوراق الجوافه ان هي بتخفف من مشاكل الجهاز الهضمي، لان هي بتقلل الافرازات المخاطيه اللي بتهيج الجهاز الهضمي، بتمنع نمو البكتيريا الضاره داخل الامعاء، لان الجوافه ليها اوراق الجوافه نفسها ليها خواص مضاده للبكتيريا. كمان بتخلي الامعاء اكثر قلويه وبالتالي تقضي على التهابات المعده والتهابات الامعاء. كمان يا جماعه اوراق الجوافه بتمنع تقلصات الامعاء علشان في ماده اسمها الكويرسيتين، ودي بتقلل عمليه اطلاق الكالسيوم من الخلايا، فبتقلل من تقلصات العضلات الناعمه اللا اراديه، وبالتالي بتبقى حاجه مفيده في القضاء على ديدان الامعاء. معروف ان اوراق الجوافه كمان يا جماعه بتحسن جوده النوم، لان هي بتساعد على الاسترخاء وتقويه الاعصاب. من فوائد اوراق الجوافه يا جماعه ان ممكن اتخلص عن طريقها من حبوب الشباب والبقع السوداء وازيل البثور اللي موجوده على وشي، عشان هي بتحتوي على فيتامين سي. كل اللي بعمله انه بطحن الاوراق، ولما اطحن الاوراق احط عليها ميه لحد ما اعمل عجينه، وبحطها على حبوب الشباب والبثور والبقع السوداء بتخلصني منها تماما. وممكن اعمل اغلي ورق الجوافه يا جماعه، واخد المستخلص بتاع ورق الجوافه الميه بتاعته، واحط قطنه وادهن بيها الوش يا جماعه عشان اتخلص من حب الشباب والكلف والاشف. من ضمن فوائد اوراق الجوافه ان بتحسن مظهر البشره، بتمنع علامات الشيخوخه المبكره لان ليها خصائص قابضه، يعني ايه؟ يعني بتشد الوش استرينجن، فبالتالي بتساعد على قبض العضلات، العضلات بتاعت الوش بتنقبض، فبالتالي بتشد البشره وبتوحد مظهرها. اوراق الجوافه كمان يا جماعه تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر الصحي، يعني هي بتعالج تساقط الشعر. هنجيب، طب ايه الخلطه؟ هنجيب حفنه من اوراق الجوافه مع لتر ميه، هسيبهم لمده 20 دقيقه في غليان يغلوا على النار، بعد كده ابردهم، بعد كده اخد الميه بتاعت مستخلص اوراق الجوافه دي يا جماعه وادلك بيه فروه الراس. عايز اقول لكم انه علاج فعال جدا لتساقط الشعر، وبيعزز كمان نمو الشعر الصحي. عايز اقول لكم اوراق الجوافه من فوائدها ان بتعالج الم الاسنان، وبتهدي اللثه الملتهبه والقرح والفم والام الاسنان يا جماعه، لان ليها خصائص مضاده للبكتيريا والالتهابات، وبالتالي بتحافظ لي على صحه الفم والاسنان. وده انك انت تجيب ورقه جوافه وتمضغها، او
تطحن ورق الجوافة وتحط عليها مية وتعمل منها معجون وتحطه على مكان الألم في الفم. عايز أقول لكم أوراق الجوافة يا جماعة بتزود بياض الأسنان، عشان كده بتستخدم كغرغرة للأسنان. وعايز أقول لكم إن مستخلص أوراق الجوافة بيستخدم كعنصر في معجين الأسنان ومعطرات الفم. الجوافة يا جماعة من الأوراق بتاعتها، المستخلص بتاعها أو المية بتاعتها بتاعت الأوراق بتزود إنتاج الحيوانات المنوية، وبالتالي مفيدة في عملية الإخصاب عند الرجال، الرجالة اللي الحيوانات المنوية عندها زيرو. تاني حاجة مفيدة في حمى الضنك، لأن أوراق الجوافة يا جماعة بتزود الصفائح الدموية في الدم. كل اللي بعمله إن أنا بجيب 9 ورقات من الجوافة بحط عليهم 5 كوبايات مية، أغليهم في الآخر، هيتبقى لي منهم بعد ما بردهم 3 كوبايات مية بشربهم على 3 مرات في اليوم. ده الجرعه بتاعتي اللي مفيده بالنسبه لحمى الضنك. عايز اقول لكم من فوائد اوراق الجوافه ان بتقلل الاثار الجانبيه للحساسيه، لان بتقلل انتاج الهستامين، فبتقلل تورم ولدغات الحشرات. عايز اقول لكم ان الجوافه يا جماعه بتستخدم في الهند لعلاج التهابات الكلى وحمايه انسجتها بالحفاظ على مستوى اليوريا وانزيم الكرياتين بالدم. عايز اقول لكم يا جماعه كمان من فوائد اوراق الجوافه ان بتحمي كرات الدم الحمراء الار بي سيز ريد بلاد سيلز، وبتحافظ على مستوى الهيموجلوبين في الدم، فمفيده للاشخاص اللي عندهم الهيموجلوبين واقع او الناس اللي عندها انيميا. من فوائد اوراق الجوافه ان بتعالج الصرع والتشنجات عند الاطفال. من فوائد اوراق الجوافه يا جماعه ان بتحمي انسجه وخلايا الكبد، لان بتحافظ على مستوى انزيمات الكبد في المستوى الطبيعي. طيب دكتور بعد اذنك، بما ان مستخلص اوراق الجوافه مهم جدا، ايه هي الطريقه الافضل لتحضير مشروب مستخلص اوراق الجوافه؟ بصوا يا جماعه بالظبط هتجيبوا 60 جرام اوراق جوافه، الورق يا جماعه يبقى صحيح مش متقطع، الورق يبقى لونها مايل للاخضر، هنغسلها كويس بالميه يا جماعه بايدينا، هنقطعها حتت سواء بايدينا او بسكينه، ونحطها في 200 ملي ميه على النار، وتنسيبها تغلي لمده 3 دقائق، احسن 3 دقائق من بدايه الغليان. اضيف الليمون للمشروب واحلي بعسل النحل واغطيه حتى يبرد، واشرب منه 3 مرات في اليوم بعد الاكل. ليه انا الطريقه دي يا جماعه بتتخلص من الكحه، خاصه الناس اللي تمسكها الكحه بالليل. طب ليه انا ضفت على مشروب الجوافه عسل النحل؟ ان عسل النحل ثبت علميا تاثيره في تهدئه السعال وتهدئه التهابات الجهاز التنفسي. طيب دكتور هل في اضرار لاوراق الجوافه؟ او ايه هي مدى امان درجه امان اوراق الجوافه؟ بص يا جماعه اوراق الجوافه بتسبب الغثيان، احساس انك انت عايز تراجع، والم مؤقت في المعده. طيب من ضمن محاذير استخدام اوراق الجوافه ان اوراق الجوافه احيانا بتحتوي على مركبات كيميائيه بتسبب تهيج الجلد، يعني ممكن تعمل لي اكزيما. من ضمن الناس اللي رايحه هتعمل عمليه جراحيه، لازم يا جماعه توقف اخذ المستخلص بتاع اوراق الجوافه، لان هي بتزود عندها خطر النزيف. طيب دكتور بعد اذنك، والسؤال ده كان جالي الحلقه اللي فاتت، ايه رايك في بذور الجوافه؟ هل ليها فوائد ولا ليها اضرار؟ بصوا يا جماعه بذور الجوافه كلها فوائد، بتحتوي مضادات الاكسده، بتحتوي احماض الدهنيه والكاروتينات والفلافونويد والمركبات الفينوليه. عايز اقول لكم من الحاجات المغلوطه على البذور بتاعت الجوافه ان هي بتسبب الامساك. عايز اقول لكم الكلام ده غلط جدا، هي بتعالج الامساك، لان هي ملين نشط بيساعد على الهضم، لان هي بتحتوي على الالياف الغذائيه وبتحسن حركه الامعاء وبتمنع الحموضه. انا عايز اقول لكم ان البذور بتاعت الجوافه دي بتمنع امتصاص الصفراء في الامعاء، وبالتالي بتقلل الكوليسترول وبتحافظ على صحه الكبد. طب دكتور بعد اذنك، دي انت كده فوائد، وقلنا ان هي ما بتسببش الامساك، بالعكس بتمنع الامساك. طب ايه هي اضرار تناول بذور الجوافه؟ البذور يا جماعه ما بتتهضمش، دي معروفه، وبالتالي بتخرج مع الفضلات، ودي حاجه بتبقى مرهقه ومؤلمه للقولون، خاصه لو البذور دي انت كسرت منها جزء باسنانك لنصين وانت بتاكلها في الفم، وده وارد ان هو يحصل. عشان كده يا جماعه بنقول ان بذور الجوافه ما تتاكلش، بس مش للناس اللي مصابين بالامساك، لا بالعكس المصابين بالامساك ياخدوها، الناس اللي عندهم القولون العصبي. اتمنى يا جماعه يكون الحلقه عجبتكم، لو عجبتنا الحلقه ما ننساش نضغط لايك للفيديو، اشترك في القناه،
فعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشارك القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا ليكم، كنتم في قناه صحه وتخسيس، كان معكم دكتور حنس حشمت، الف سلامه.